الترامواي جاء بلادنا كمشروع لانه غادي يخفف واحد الضغط ديال وصلات النقل للمواطن في واحد المدينه اللي هي كبيره هي الدار البيضاء الكبرى. المشاكل اللي كنعانيوها في شهر خلال شهر رمضان المبارك هو الازدحام والاكتضاض، وان هناك ليس هناك تنظيم في الوقت او تنظيم الفرق ما بين القاطره وقاطره بين المحطه والمحطه غير منظم. بعض الاحيان كنلقاو حتى 22 دقيقه، هذا كيشكل واحد المشكل كبير بالنسبه للمواطن المغربي لا من جهه العمل ديالو او يقضي الاغراض الشخصيه ديالو الى اخره. كذلك ان في بين المشاكل الكبرى اللي كنعانيوها في الترامواي هو ان ما بين جوج ديال الخطوط تي ان وتي دو، فاش كنجيو باش ندير واحد لا كوريسبوندونس ما بين محطه ومحطه كنلقاو مشكل كبير. شنو هو هذا المشكل؟ اولا الناس اللي كيجيو من تي ان ويبغيو يمشيو لتي دو كتلقاهم في لا كونتيتي ديالهم كثار بزاف وكتزادوا على تي دو، فاش كيجي الترامواي كنلقاو انه راه خاصو واحد 15 دقيقه ولا 13 عاد يجي، فاش كيجي ما كنتلاوش حنا غاديين فيه اللي داير لا كوريسبوندونس، كنلقاو الناس اللي جايين فيها ديجا هما اللي غادي يكملوا الفواياج ديالهم. اذا حنا كيشكل لنا خطأ او دي واحد المشكل كبير في النقل ديالنا. دابا مع هاد الوقيته ديال رمضان كيكون شويه ديال الزحام ولكن ترونكيل كلشي بالنسبه للتوقيت باقي هو لا التوقيت تبدل تاع الترام. دابا عند الوقيته ديال الفطور كيحبس، ديال الفطور كيحبس كيبدا عاوتاني ورا الفطور كيبدا. انا دابا كنخدم هنا وكتوصل ديك الوقيته ديال قبل السحور وكنطلع فيه ترونكيل. في الشهر المبارك ديال رمضان كنلقاو الزحام مع الصباح مع التسعود، وفاش ملي كيخرج بنادم عاوتاني مع الربعه تيكون زحام بزاف، هادشي يكون بنادم اكتضاض بزاف كيكون خصهم يديروا معنا شي حل. ولا بالنسبه لك انت شنو هو الحل اللي يقدروا يديروا؟ هو الحل هما يديروا شي لالين خلا ولا يوسعوا شي حاجه ولا يديروا شي حاجه، حاش بنادم قال لك الطرام زعما كندويوش نمشيو حنا في الطوبيسات كنبغيو نمشيو في الطرام باش بنادم يمشي بالراحه ولا يالو كيولي اكتضاض بحالو بحال الطوبيس. كل بنادم ما مستافد ما والو، لا المهم يمشي في الطوبيس احسن ويوصل دغيا اكثر من الطرام.